كابتن محمود جاك البيض 10 بيضات تخلص نجيب لك بعد 10 تخلص نجيب لك بعد 10 على ما نخلص طبقه 30 بيضه. انا عافيه وهاي القهوه يا الثقيل العراق هذا اكله بيض وقهوه ايش حبيبي مو بالسياح سياح ماكو لا خبز ما تمن ماك هاي إلية على ما يسوي لك رماج أحلى رماج من مطعم عباس منطقة كباب عباس طوس خرماتو شو راح أجيب أستيفيا شكر أستيفيا جيب له بعد جيب له يا أبا أنا أضرب شوربة وأدنى منه هذا السوق ليمون تريد ليمون ليمون أضرب ليمون ان شاء الله راح انزل ماستر والله اكمش هاك هاي الليمون اي يابا الدايت هذا الاكل الصحي وهذا هم اكل هذا ما يخالف نعمه الله انت تريد بس بروتين صافي هذا ابن الانبار هيك ياكل ابن الانبار اي يابا تروح للرمادي ويجيبوا لك الصينيه ام العراوي حمامه 10 ايام يجيبون لك الطلي اللي هي مالته هيك مهرطله قبل ربط ولا قبل تاكل قبل الجبر لا ولا يعني شلون تبقى مدى الحياه ملتزم يا عمي هذا وعلى كنسل زين هسه شويه شعير شويه انت ايش قد الكارب مالك هنا الكارب المفتوح المعقد المين حسب سعراته لا تعد ولا تحصى نشكر مطعم كباب عباس على الخبز ام السمسم درجة أولى والشوربة يا با كرفس يعني كرفس مي مشكلة سريوقك وين؟ هاي عندي شوربة والله أبو علي هاي شنو؟ دبر رماج دبر رماج مسوي دايت وينك دايت؟ شوربة دايت إي خلنا نوصل أربيل ونضرب كباب مال أربيل شو اسم المنطقة الراحلة؟ سوران المنطقة سوران باتجاه سوران وراح تلقون الكباب double excellence.